مشاهدينا نحييكم من جديد. قبل ما نبدأ قضية المناقشة، تعالوا نسلط الضوء على موضوع أيضا في سياق مشاهد كثيرة شاهدناها ربما خلال الأشهر القليلة الماضية، متعلقة بالرقص في المدارس أو في الجامعات يعني. وهنا بيبقى في موقف شرط، بيبقى في وجهات نظر مختلفة. في بعض الناس يعني يقول لك انتوا يعني عايزين تمنعوا البهجة يعني، وكأن المدارس والجامعات يجب ان تتحول الى مشهد جنائزي، وفي ناس ثانية تقول لا، يعني يجب الحفاظ على هيبة ووقار المكان ولا يجب ابدا استخدام هذا الاسلوب بداخل. في جامعة المنصورة كلية الحقوق، المشهد اللي هنشوفه رقص الطلاب داخل مدرج الكلية. خلينا نسأل دكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة. دكتور شريف أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ وائل، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك دكتور شريف. دكتور شريف، هل يعني علمت أنكم اتخذتم موقفا بالتحقيق مع بعض المسؤولين وبعض الطلاب في هذه الواقعة، هل حدث ذلك؟ أيوة يا فندم، بالفعل هو طبعا كنت أنا مكلف بمهمة في القاهرة في وزارة التعليم العالي بقرار وزاري ان انا عضو في لجنه لاختيار موظفين مشرفين على امتحانات ابنائنا في الخارج. والحقيقه طلبت من معالي الوكيل الاستاذ الدكتور عبد السلام ووكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب ان يتولى الاشراف على تنصيب الاتحاد، وده حفل اتحاد الطلاب بيتعمل كل سنه لتنصيب الاتحاد. وكان ميعاده يوم 7 مارس الساعه 2 الظهر بمدرج الدكتور البدراوي. وبالفعل حضر حفل تنصيب الاتحاد وباقي بعض الساده الوكلاء والساده اعضاء التدريس. والامور بتسير حسب المنهج بتاع كليه الحقوق، ولنا ضوابط في الحفلات، لنا بروتوكولات. احنا مش ضد ان حد يعني ناخد اي حفل او ضد الندوات، لا، احنا بنعمل حفلات وبنعمل، وقبل كده استضفنا حفله للموسيقى العربيه في دار الاوبرا وفرقه للفنون الشعبيه في رضا، وايضا فرقه رساله سلام خاصه الدكتور انتصار عبد الفتاح، وندوات شعريه وثقافيه على مدار الثلاث سنوات، لان دور الجامعه تعليمي وتثقيفي وبحث علمي ايضا. في معايا استاذ وائل سامعني؟ انا مع حضرتك. في نهايه الحفل يبدو ان الموسيقى خرجت عن الاطار المتفق عليه وبداوا يشغلوا اغنيه شعبيه، فالطلاب خرجوا عن المالوف لمده 30 ثانيه بالضبط. فاخترت فورا وانا في اللجنه بما حدث وامرت بانهاء الحفل. و لا يعني ده كان حفل، حفل تنصيب اتحاد طلاب. تنصيب اتحاد طلاب يا فندم. فانت اعتراضك بس على ان دخلوا شويه على الاغاني الشعبيه و طبعا ما يصحش في كليه الحقوق، ده كليه القانون وكليه الوزراء، ده فيها وزراء وفيها علماء ومحافظين من كليه الحقوق جامعه المنصوره معروفه على مستوى العالم، واحنا بس الدوله. فطبعا امرت بانهاء الحفل فورا واعداد مذكره بالواقعه وانا في القاهره، وجيت يوم الخميس الصبح باكر حالت مدير عام الكليه للتحقيق، مدير رعايه الشباب لانه مسؤول عن تنظيم هذا الحفل، ضابط الامن لانه مسؤول عن ضبط المدرج وضبط القاعه من الداخل، ايضا رائد الاتحاد لانه هو المسؤول عن تنظيم الحفل ايضا، وكل المسؤولين احالتهم بالتحقيق فورا. والطلاب تم ضبط حوالي ما يقرب من 10 طلاب، تبين لي انهم 3 فقط من حقوق المنصوره سنه اولى وباقي الطلاب من خارج الكليه. يعني لا، الطلاب 10 طلاب، ايه يا دكتور حصل لهم ايه؟ اللي هم ان احنا قدرنا نتوصل لهم عن طريق الكاميرا وقدرنا نجيب اسمائهم وبياناتهم من بيانات الحاله، ان اللي كانوا بيتراقصوا على البنش 10 طلاب قدرنا نتوصل لشخصيتهم وصورهم بالضبط. اللي هم يعني بيرقصوا على البنش كده؟ بالضبط. فتبين ان منهم 3 من حقوق فقط، والثلاثة في سنة أولى، يعني ما فيش حد في ثانية ولا في ثالثة ولا في رابعة من الطلاب الكبار واللي عارفين التقاليد بتاعتنا، يعني شباب لسه جاي مستجد ما عندوش الوعي الكافي
بأهمية الموقف يعني، والباقي الطلاب من خارج الكلية، لأن ده حفل خاص بالاتحاد طلاب كلية الحقوق، إنما لهم أصدقاء في كليات أخرى ومن خارج الجامعة كمان يعني. إنما الحقيقة الإعلام سلط الضوء بطريقة، والمواقع التواصل الاجتماعي، أنا الحقيقة يعني ما كنتش أحب إنها تظهر بالصورة دي. كلية الحقوق يعني حضرتك عارف إن هي عملت أسبوع خاص بانتخابات الرئاسة لمدة أسبوع، شاركنا في ندوات عديدة على مدار السنة والسنوات الماضية. احنا واخدين المركز الثاني على مستوى الشرق الاوسط في المحاكمة السورية، وكنا في لبنان الفريق بتاع الطلاب بتوعنا طلاب كلية الحقوق السنة ثالثة ورابعة، اخدنا المركز الثاني ومتصعد للمشاركة العالمية في اكسفورد في ابريل القادم فريق كلية الحقوق. بس انت حضرتك بتقول يعني 30 سنة بس متخوف شوية دكتور، انا مش هدافع الحقيقة، بس انا مع الحفاظ على وقار وهيبة ومكانة المكان كمان، بس أنا ببقى متخوف إن يبقى في تصيد. حضرتك بتقول 30 ثانية وكانت حفلة، ويعني الناس يبدو إنه خدتها البهجة شوية، والبهجة الحقيقة مش هتقدر تقسمها، ينفع شعبي وما ينفعش يعني. هو والله أنا مع حضرتك، بس أنت عارف أنا كأستاذ قانون وتربيت في مدرسة القانون، احنا جبنا قبل كده فرقه الموسيقى العربيه، وجبنا فرقه انتصار عفتاح، وفرق راقيه، احنا بننمي الفكر بس بطريقه مثقفه. انما الحاجات الشعبيه دي مش مكانها الكليه، احنا مش معنى كده بنأيد الموقف، انما انا عارف ان هي خرجت عن السياق غصبا عن الطلاب. الموسيقى لما اشتغلت يعني انت عارف حضرتك الشباب والسن ده يعني محتاج ضبط شويه، محتاج ان احنا نوعيه اكتر يعني. طبعا انما ما تمش عقاب الطلبه يعني، بل لا انا حالتهم للتحقيق وهياخد مجراه، لان حضرتك ما يصحش اللي حصل يعني. قانونا لا يجوز انه يطلع على البنش، وده البنش ده مال عام، وده مكان للعلم ومكان للاحتفالات باسلوب راقي، انما التحقيق هيثبت مجراه، ولو ثبت ادانتهم انا هجازيهم. طيب يعني اتمنى يعني تحقيقا يوازن ما بين ضبط هيبه ووقار المكان، وايضا الحفاظ على مستقبل الطلاب. بشكر حضرتك يا دكتور، الف شكر.